إذن تفضلي أنفال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا حصة سنة أولى متوسط إنجليزية. I am there. ممتازة أنفال، very good. Yes. عندك أسرة أنفال معنا. أنفال وش تقري؟ مات ولا وش تقري؟ أنا قري فيزيك ولا مات. Very good. ممتازة. Done. Thank you. So عندنا حصة سنة أولى متوسط. أوكي راح نديو أن سيجي تاع إكزامان. 2017-2018 اوكي هذا السوجي هو سهل. عندي نسحقوا زوج تلاميذ يقراوا لي النص. عندي بيان سور لو اي يس. هلو ماي نيم از علي، وات از يور نيم؟ هاي اي ام رياض، اي ام 11 years old. هاو اولد ار يو؟ اي ام 12. Nice to meet you, Riyad. Glad to meet you, Ali. Very good. Well done. نعود نحي كاع الماك لأن كاين تلاميذ ما يخرجوش هادو معانا. Okay. So نعود نحي الماك. Please. اللي عنده الحس يدير ميوت. Thank you. قالك I read and fill in the table. معناتها نقرأ ونعمر الطابلو هذا. Okay. في الطابلو في الأول. Name. عندي name and age. Meet okay. Name. نعم. Name تاع Ali. Age تاع Ali. 11. Miss 11 Ali. أريد 11 and punctuation. Okay. ديو إيش معناتها؟ معناتها نكتبوا الحروف الكبيرة ونديروا علامات الوقف. Very good. Well done. Yes. الآن لو أي لما نقول لك هذه يا قولي. سو لو أي قولي. سارة جي فيها capital letter S. Very good. Wait. What جي فيها ال capital letter؟ عندي سو هلا. عندي بعد فاصلة كوما. Okay. عندي my name is Sarah. عندي كابيتال تاع S. عندي هنا نقطة full stop. Okay. Full stop. عندي what من أول كلمة what's your name. عندي exclamation mark. Question mark. Yes. Question mark. Okay. So عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6. عندي stop. Yes. الآن عندي أنفال بي وناكي أنفال وعندي آية وإكرام. لما نقول لك task 3 I ordered the words alphabetically. شو ما عندها ميس؟ يعني نديروها حسب الأحرف على حسب الألفابي. أوكي على حسب أحرف. فوالا الآن لما نكتبوها شكون يقول لي وش هو نمبر 1 وش هو نمبر 2؟ ميس نمبر 1 بوك. سوا شكون عنده الحس؟ أبريكات بي بوك. سوا عندي أي بي نقول له 1 وش هو 1؟ هو بي بوك. أوكي نمبر 2 وش عندي؟ كوبي بوك. كابي بوك. كابي بوك عندي سي أي بي سي. اوكي نمبر 3 وشنو هو؟ مارك. A B C D E F G H I J K A M N M مارك. M N O P. اوكي N Q R S T. Yes. And T S T عرفة S. And slate. Yes. عندي book. اوكي سو هاد التمرين هو عبارة على نديروا هاد الكلمات على حساب الأول كالحرف بالألفابيت. أوكي سو أي بي أي بي بي أولا وبعد سي وبعد نعم ولو ويناكي مالك؟ تفضلي مالك. هلو مرحبا بك مالك. ثانك يو. سو الآن مالك عندي تمرين تاسك 4. أوكي I cross قال لك ندير عندي في هدية في the odd word. شو معناتها odd word؟ كلمة داخلية. نعم احنا تكون عندكم كلمة داخلية بهاد نمبر 1 عندي Monday Tuesday Thursday
Sunday and every day. وشنا هو the other one? Very good. Every day. Yes. وعلاش؟ هذوك الأيام إيش نجاوب؟ سوري أن هذو الأيام وهذا ماشي يوم هذا every day كل يوم أوكي؟ محمود عندي blue you red yellow very good you okay and the sun 1, 3, and 6 sun yes sun it's Misha okay sun very good نعم so تمين تاتوا عبارة على ال pronunciation okay so عندي قل لا عندي قلك عند الكلمة هنا يا هالكلمات نطبوهم على حساب ال نطبوهم على حساب الألفابيت okay على حساب الألفابيت yes فهمتي بيت هنا قلك I ordered the words alphabetically معناتها نطبو الكلمات على حساب الألفابيت وش معناتها معناتها كل كلمة نشوفوا أول حرف تاعها ونقولوا عندنا B okay عندنا ال S عندنا P عندنا ال M وعندنا ال C وعندي ال R نطبو هالكلمات على حسب الألفابي A B C D أوكي هذا ما كان هذا ما كان بزاف سهل أوكي التمرين الرابع خليه في التمرين الرابع يس التمرين الرابع راح يكون عبارة على قال لك لازم نحو الكلمات داخلة odd word أوكي هنا لما تقاي الكلمات عندي Monday Thursday Sunday and every day عندي يوم الاثنين يوم الخميس يوم الاحد عندي كل يوم كل الايام فوالا هذه كل اليوم هذه نحوها لانها ماشي يوم واحد كل يوم عندي blue you red and yellow نحو you لانها عباره ماشي لون اوكي هو الضمير ماشي لون نديرو sun 1 3 and 6 نقول sun yes sun Yes, son. الآن عندي yes, عندي EI pronunciation EI and AI. Okay, هادو بزاف تاني التلاميذ يغلطوا فيهم. أنا التلاميذ نقول له باللي إذا ما تعرفش لا pronunciation تاع AI and EI من طريقة واحدة اشفع على واحدة. Okay, اشفع على واحدة والتانية حتشفع عليها من بعد. لما اشفع على AI هي عبارة على وزن high. هذا ما كان. قولي AI هي high. والباقي هذه هي داي نقولوا اوكي ولا نقولوا باي ولا اوكي نقولوا داي والاي على وزن ماي نعم على وزن هاي ولا ماي كيف اوكي وهنا عندي على وزن قولوا مثال هيت اوكي ولا سيت ولا الان تلاميذ يقول لي ما نعرفش نقول له اشفع على هذه انا اشفع على هذه اوكي انا اشفع على هذه من بعد نعرف اذا الى هذه اي هي هاي اذا هذه هي day ولا pay اوكي معناتها هذه I وهذه A الآن أنا عندي I day is sit may and high شكون يقول لي أول I على وزن I yes I هنايا نعم عندي I لما نقولوا I اوكي وش عندي I day على وزن A نعم A عندي إيز نعم إيز عندي ماي شو قولوا ماي ماي وزن ماي هذه ماي ماشي ماي 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 وزن على إي نعم وعندي هاي على هاي ولا على أي نعم شكون عنده مشكل مع البونوسيشن تاع اي اي اند اي اي الباقي اسو كاين مشكل تاع هادو ما عندكم نفتح نستقوي التمرين الثاني اما التمرين هذا اللي كنت تحضروا فيه تاع اسكو قريتي في المدرسه قريتي على البونوسيشن تاع اي اي و اي اي مين سنة ثاني ما فهمتيش اوكي So في yeah في sequence one كان pronunciation تاع هذه AI وال EI okay الفرق ما بين تاع ال E وال I الفرق تاع E very good الفرق تاع ال A وال I okay عندي هذا E نعرفه إذن هذا E نعرفه
هذا اي وهذا اي اي اوكي. التلاميذ يقول لك بزاف انا ما نشفش عليهم. انا نقول التلميذ لما تكون عندك كلمه هذه اشفي على وحده، انا اشفي على هذه اوكي. اي اي عباره على هاي، فهمتي؟ على وزن هاي. يس على وزن هاي، ويقولوا هاي ولا يعني اي. ولما نقول اي اي هي داي اي. نعم احنا عندنا داي وماي واي و داي. يا لما نقول داي نقولوا داي اوكي، نقولوا داي معناها اي. لما نعم سو نعاود اوكي. سو لما نقولوا داي اي دائما pronunciation تاع هذه اي راح نقولوا اي وهذه اي اوكي. لما نقولوا هذه دي اي اي هي عباره على داي وهذه ماي، دائما حطوها مع اي اي. لما تكون كلمه هاي نعم و افري داي وين نحطوها مثلا؟ لما تكون افري داي نحطوها مع داي اي، نحطوها مع اي اي هنا افري داي اوكي. هو ما تحلقش افري داي، دائما يقول لك مونداي ولا ثيرزداي ولا ساندي اوكي، حتقولوا هكا. لكن هاد التمرين هذا الكلمات يطيحوا لكم هما هادو هما عادة. ممكن يقول لك مثال يقول لك باي ولا ساندي اوكي، ولا يقول لك ماي اوكي، ولا مثال كاش كلمة أخرى، لكن هادو هما كلمات اوكي. من يقول لك هيت ولا سيت، لكن تشوف على حاجة بلي هاد الاي اي هو اي يعني داي ماي بلاي اوكي. وهذا الاي اي هو عبارة على هاي اي ماي. وهذا الاي وحده، هذا هنا وحده الاي هو عبارة على اي. لما نقول سيت ولا هيت ولا ايز، مفهوم منك؟ نعم مفهوم شكرا. سو هادو داوهم نعمدتهم في الفرد هكا انا قاطح لهم، لكن لا لا ما درناهمش كلناهم هذه الخطرة برك. اوكي سي احنا درناهم بزاف لان بزاف للتمارين دو بزاف تمارين حطيهم كامل اوكي. الان عندي اخر تمارين هنا، واش عندي؟ عندي محمد عندي قال لك تاسك 6 fill in the gaps with the right word. هنا عندي فراغ ونعمل في المكان المناسب. اكزاكتلي ما بالك. نعم لما عندي وين هي ملاك، لما نقول لك اول هاني استاذه اوكي. لما نقول لك اول جمله نقول لك واش تقولي؟ قال لك محمد هلو يور نيم ايم، واش تديري؟ هلو نبداو تاع تاعنا تجو نبداو بهلا ولا هاي. فيغو نقول يعني يعني التقديم نقولوا هلا ولا هاي. زيدي ايش هلو نديروا الجريتينغ. يا جريتينغ هو هلا ولا هاي. فيغو هنا قال لك عامل فراغ بهذه الكلمات في هذا يعني باراغراف صغير، واش نقولوا؟ هلو ماي نيم معناتها انا اسمي ايز محمد. ماي نيم ايز محمد. فيغو يس I am. نعم. I am 11 years old. نعم. Have to be. I am in the present. Very good. 11 years old. Yeah. What is your name? Your. Yeah. Very good. Well, what's your name? And عندي apostrophe. What's your name? Okay. عندي your. Very good. So tell me. على بالي توعي على بالي عفوا لهذا محطة المايك. Okay. So hello. My name is Muhammad. What's your name? I am 11 years old. Very good. Thank you, Malak. الباقي اللي عنده سؤال يقول لي. Okay. نديو أنا تخصيجي تاع اختبار. كاين سؤال سهل بزاف هذا. Okay.